انتهزت منظمات مدنية أمريكية ذكرى نكبة فلسطين، ووقف ممثلوها أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجاً على قمع الاحتلال للمدنيين، مطالبين بوقف آلة القتل وسرقة الأراضي وتجويع الشعب الفلسطيني. نحن نتذكر نكبة فلسطين، لا ينبغي أن نعيد كارثة بهذا الحجم في المنطقة. نريد حياة للفلسطينيين، ولكن إسرائيل تمنع السلام وتعمل على تجويع الفلسطينيين. حان وقت الجلوس لإنهاء هذا الصراع. ليس من المعتاد أن يتظاهر أمريكيون ضد إسرائيل وأن ينتقدوها صراحة أمام الشاشات، ولكن الأمر أصبح مختلفا في الآونة الأخيرة بعد الانحياز الأعمى والمطلق الذي تمارسه إدارة ترامب لصالح المحتل وضد أصحاب الأرض. يجب تفعيل مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لحماية أطفال فلسطين وربط المساعدات بضمان وقف قتل الجيش الإسرائيلي للأطفال واعتقالهم من دون وجه حق. نحن نطالب بتعديل سياستنا بدلا من هذا الانحياز الأعمى الذي أضر بالفلسطينيين. أبرز ما ركز عليه ممثل هذه المنظمات في وقفتهم الاحتجاجية هو حق الفلسطينيين في العيش بحرية وفك الحصار الإسرائيلي عن غزة. لم نطلب من المسيحيين في العالم والمسلمين واليهود أنه يصيروا نفس الاعتبار، يفهموا أنه إحنا بدنا وطن، بدنا إنسان، بدنا عمل نقوم فيه عشان نورجي حالنا انه احنا فلسطينيين، ومش قصة انه بدنا نقضي على اسرائيل وعلى الحكومة الاسرائيلية، انه احنا بنقدر نعيش معهم ولكن بدنا نعيش في مساواة وبحرية. احتجاج الأمريكيين ضد الانحياز الأعمى لبلدهم لصالح إسرائيل آخذ في التنامي، خاصة مع وجود مشرعين داخل الكونغرس الأمريكي يؤمنون بأن الوقوف مع إسرائيل لا يعني ظلم فلسطين. خالد خيري، ألغد، واشنطن.